الخير عليكم مشاهدينا في موعد النشرة الجوية. إذا خلال الليلة الماضية همت بعض الرعود الممطرة بعض المناطق الشمالية وخاصة الهضاب العليا، خاصة أيضا في تيارت في قصر الشلالة، وين سجلنا كمية الأمطار حوالي 15 ملليمتر. جوزو لحالة السماء الغضوة مع الصباح، سماء ملبدة ببعض السحب الخفيفة على كل مناطق الشمالية الشرقية والوسطى، عدا هذا الحال شباب على كامل بلادنا. خلال ظاهرة إن شاء الله راح تبقى بعض السحب الخفيفة أيضا من النوع العالي على المناطق الشمالية الشرقية والوسطى، دائما مع منطقة الجانت تكون شوية كثيفة في هذه المنطقة، مع رياح تقدر تكون قوية تشكل بعض الزوابع الرملية في شمال طنارسط وأقصى الجنوب. هذا دائما الحال شباب والسماء صافية. درجة الحرارة لصبيحة الغد إن شاء الله راح تكون من 21 حتى 22 على المناطق الساحلية الهضاب العليا والمدن الداخلية 22، بتندوف 24، ببشار 26، بزلفنا 27 درجة في منطقة الواحات، 32 في عين صالح وردقان، 25 في ناصط و 31 درجة في برج باجي مختار وعين قزام. خلال الظاهرة إن شاء الله راح تلحق درجة الحرارة 48 درجة في وسط الصحراء، تيميمون، رقان، أضرار، عين صالح، 38 درجة في طمناصط، 42 في تنزاوتين وتيمياوين، 41 بتندوف، 32 بوهران جزائر العاصمة وضواحيها، 31 بعنابة سكيكدا والقالة، 44 بالواحات وأيضا إليزي، و 40 درجة في جانت. فيما خص الملاحة والصيد البحري، بحر جميل عموما وهذا على طول الشريط الساحلي، حيث تكون رياح ضعيفة شمالية شرقية على كل الشواطئ، مع درجة حرارة المياه راح تكون 22 درجة مئوية. ختام النشرة مشاهدينا يكون بالمعلومات الفلكية للجزائر العاصمة وضواحيها. الغدوة الحد 10 جويلية 2016، شروق الشمس راح يكون على 35 دقيقة، أما الغروب يكون على 8 و8 دقائق. لمعلومات وتفاصيل أكثر فيما يخص الجو والبيئة، ما عليكم غير تتواصلوا معنا على www.sheikhfarhat.com. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.